السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا شباب؟ النهاردة انا في مطار جوانجو. الناس اللي متابعة على انستجرام شافوا على الستوري ان انا جاي النهاردة علشان اكلمكم في موضوع مهم جدا لكل الطلبة، خصوصا الجداد اللي اول مرة يوصلوا للصين علشان الدراسة. كل الطلبة دول من اول دخول المطار لحد ما يخلصوا تسجيل ان شاء الله، تسجيل الاقامة بتاعتهم او تسجيل حتى الدراسة بتاعتهم في الكلية او كده. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو ده، لذلك انا في المطار علشان بالظبط اعمل سيميوليشن كده زيكم بالظبط. اول مره اجي مثلا لجوانجو وانا عايز ادرس مثلا في جامعه زي سانيا يونيفرسيتي، فهنشوف كده مثلا انا ممكن اعمل ايه كاول مره علشان اوصل، سواء اذا كنت استخدم تاكسي، سواء كنت استخدم مترو، او حتى استخدم مواصلات عامه وانا جايب معايا الشنط وكل حاجه. اعمل ايه بالظبط علشان باسهل طريقه اوصل لمكان اقامتي باذن الله؟ فكل ده هنقوله في الفيديو النهاردة، علشان كده انا موجود هنا. يلا بينا على طول رول الانترو. احنا ناويين نعمل جروب على فيسبوك، فيا ريت اي حد شايف ان الفكره دي كويسه يكتب في الكومنت في الكومنتس تحت. لو الكومنتس دي وصلت ل 100 كومنت بعدها نبدا نفتح الجروب ده باذن الله. لو اقل من 100 كومنت هنستنى لحد ما يبقوا 100 كومنت ان شاء الله. المهم، اول نصيحه انصحها لكم ان شاء الله هو انكم تحولوا دلوقتي السيم كارد بتاعتكم او الخط بتاعكم في بلدكم ان شاء الله لتجوال. والخطوه دي مهمه جدا، وكل الناس دلوقتي ممكن تكون انت بتقول لي دلوقتي تجوال انت شكلك معاك فلوس يا عم احمد واحنا هنتعب معاك. بص، حوار التجوال ده مش هيبقى فيه اي تكلفه عليك ان شاء الله. كل الفكره ان انت محتاج خط يكون شغال اول ما توصل للصين، ده يفيدك جدا في اول دقايق ليك هنا علشان تستخدم الانترنت، ان انت تعرف مثلا هتروح منين لفين، تكلم حد يساعدك اي حاجه من دي. فمش هتعرف تعمل ده، خصوصا ان الانترنت الفري اللي موجود في المطار، في هنا انترنت فري بس بيشتغل بخدمه وان تايم باسورد او او تي بي وان تايم باسورد. علشان توصل للباسورد ده لازم يكون معاك خط شغال اصلا اوريدي علشان يوصل لك عليه المسج اللي فيها الباسورد ده علشان تعرف تستخدمها وتستخدم الانترنت. فاول حاجه ان انت تعمل الخط بتاعك تجوال. واخر مره انا كنت فيها في مصر الخدمه اتفعلت لي ببلاش تماما، فغالبا سواء انت في مصر او بره مصر الخدمه رمزيه جدا ومش هتستهلك منها اي فلوس هنا، انت هتحتاجها بس علشان توصل للباسورد ده عشان تستخدم الانترنت اول ما توصل هنا ان شاء الله. اول ما تيجي ان شاء الله، من اكتر الابس اللي ممكن تساعدك هي تي في. علشان لو عايز تركب تاكسي مثلا او عايز تروح من مكان لمكان، تي في هيكون هيلبفول جدا. وهقول لك ازاي ان انت ممكن تستخدم دي ده اول ما تخرج من المطار. ممكن ببساطه تاخد بس اللوكيشن بتاع الكليه بتاعتك زي ما انت شايف على الشاشه كده، تاخد اللوكيشن بتاع الجامعه بتاعتك وتحطه هنا، وبعد كده العربيه تيجي تاخدك او التاكسي يجي ياخدك يوديك للمكان ده ببساطه جدا. بس حوار الانترنت ده هو الاساس في كل حاجه، علشان لو محتاج حد يساعدك، حد يجي لك مش عارف تعمل اي حاجه وملبوخ ومعاك شنط ومش عارف ايه، وحتى مش عارف تحجز تاكسي لسه اول مره ليك في الصين ومش عارف صيني مش عارف اي حاجه، فانت ممكن ببساطه تبعت للانترناشونال اوفيس او اي حد اللي بيتواصل معاك من الجامعه ان هو حتى يحجز لك تاكسي لمكان الجامعه او لمكان الدورم اللي انت رايح له. فببساطه جدا مش محتاج تعمل اي خطوه اضافيه، الانترنت هيساعدك جدا جدا في اول لحظات ليك هنا. بعد الفتره اللي قضيتها في الصين، اسهل حاجه ممكن تاخدها من المطار، مش هتخرج بره، مش هتعمل اي حاجه اضافيه، هي انك على طول تستخدم المترو. المترو جوه المطار ذات نفسه. هندخل دلوقتي نجرب ازاي ناخد اللوكيشن بتاع الجامعه اللي وصل لنا مثلا على ويتشات، او جبناه مثلا من على جوجل او على اي حاجه، ناخده ونحطه على المابس ونعرف بالظبط ايه الروت اللي احنا ممكن ناخده، ايه الطريق اللي احنا ممكن ناخده، ونشوف ايه اللاين المناسب والكلام ده، وازاي نعمل ده لحد ما نوصل للجامعه او لحد ما نوصل للدور عن طريق المابس بس. معلش انا اسف جدا على الدوشه، المطار دوشه قوي دايما، يعني مش النهارده بس. لو لقيت مثلا المترو بعيد او حاجه من الحاجات الكونفينينت قوي او السهله ان انت هتخرج تلاقي الباصات اللي انت شايفها قدامك دي معديه قدامك على طول،
ببلاش، مش بتدفع فيها اي فلوس، بتركب من بتنقلك بين كل الصالات بتاعه المطار. لو شايف مثلا او مش لاقي مثلا المترو موجود في الصاله اللي انت فيها، وده مش معقول يعني، ده في كل الصالات هتلاقي فيه مترو، هتلاقي فيه مكان للباص وفي مكان لكل حاجه. بص بس على الساينز، العلامات او الاشارات اللي في المطار فوق، هتلاقي فيه مترو وهتلاقي فيه باصات وكل حاجه. لو ما لقيتش هتخرج تاخد الباص ده ببلاش لحد مثلا المدخل الثاني للمطار، وان شاء الله تلاقي فيه الباص او تلاقي فيه المترو او كده. يلا بينا نشوف هنعمل ده ازاي. هنطلب بطاطس وقهوة كده على السريع. هتشيك اللوكيشن دلوقتي على بايدو مابس واشوف ازاي نوصل للوكيشن ده واحنا قاعدين. ندخل على المابس ببساطة جدا، هنجيب مثلا اللوكيشن كأن اللوكيشن وصل لنا على ويت شات مثلا مع الناس اللي احنا بنكلمهم من الانترناشونال اوفيس بتاع الجامعة او كده. زي ما انتم شايفين على شاشة الموبايل بتاعي دلوقتي ده اللوكيشن. ممكن تجيب اسم الجامعة بس يفضل ان انت هتجيب اللوكيشن مرة واحدة، لان كل جامعة او كل كلية بيكون لها كامبس كتير، فانت ما تضمنش اذا كان الكامبس مثلا هو ده اللي انت رايحه ولا لا. ممكن يكون الكامبس ده في مدينة تانية او حتى في مقاطعة تانية، فتبقى مشكلة كبيرة جدا. المهم اتأكد ان هو العنوان بالظبط علشان ما تروحش اي مكان تاني او اي كامبس تاني. المهم ندخل على بايدو مابس، حط اللوكيشن بتاعك، هتعمل سيرش. ممكن ببساطة جدا من السيرش ده يبان لك كل حاجة، حتى مثلا مكان الجامعة، شكل الجامعة. ممكن تتفرج على فيديو مثلا من الفيديوهات بتاعة الجامعة، تتأكد اذا كانت هي دي اللي انت تعرفها ولا لا، الصور بتاعتها، الكلام ده كله. نضغط على الروتس بتاعه المترو زي ما احنا قلنا، فيها تلاقي لاين 3 لاين 8 لاين 3 لاين 2 لاين 8. المهم زي ما احنا قلنا اسهل حاجه بالنسبه لنا هي لاين 3، وهنشوف ازاي دلوقتي ممكن ناخد لاين 3 لحد المحطه الثانيه اللي هي تيو سي لو. ما انتش عارف دلوقتي ايه المحطه اللي انت هتروحها، يعني دي اسم محطه بالصيني وانت مش عارف اي صيني برضه. فايه المحطه دي؟ ببساطه جدا خد سكرين شوت للبيج دي. لو انا مكانك، لو معرفش اي صيني بعمل ده، خد سكرين شوت وبعد كده اقرا الاسم ده او خلي الاسم ده يتقرا بالانجلش قدامك. فالمهم هنطلع من هنا على تيو سي لو، وبعد كده ناخد، مفروض بناخد باص علشان نوصل للكامبس. اكيد مش راح الكامبس يعني، بس اقول لكم ازاي تعملوا ده. خلينا نروح مع لاين 3 بما اننا في لاين 3 اصلا اوريدي. نشوف ازاي هنروح. ندخل دلوقتي على المترو ونعمل التشيك ان ببساطه جدا. تعالى ندخل على البورد دي، بما انك مش معاك اي قبل المترو او مش معاك حتى اي حاجه، فانت محتاج تجيب المارك اللي هو البلاستيك اللي من هنا ده. المهم هتدخل هتلاقي فيه كل اللاينز تحت زي ما انت شايف كده، لاين 1 لاين 3 لاين 2 لاين. المهم هتختار لاين 3، اعرف اسم الاستيشن، هتلاقيها موجوده قدامك في لاين 3 هنا تيو سي لو، اضغط عليها. بعد كده في ويت شات باي، بما انك ما عندكش ويت شات اصلا فانت هتستخدم طبعا دفع كاش. لو مش معاك كاش اكيد دلوقتي مثلا معاك نيات او حاجه معاك مجمد بس، فانت ممكن تشتري حاجه من اي ثلاجه من هنا، او تشتري اي حاجه من اي ميني ماركت موجود هنا، وعلشان تفك برده وتدفع 2 يوان 3 يوان 7 يوان ايا كان المطلوب يعني. حطه برده في المكنه في المكان ده علشان تاخد المارك، وبعد كده يلا بينا ناخد المترو ونوصل على طول على اللوكيشن اللي احنا عايزين نوصله.
بس كده يا شباب وصلنا تيو سيلو. هنعمل ايه اول ما نوصل؟ اذا كنت مثلا حاجز في الدورم او كده او هتقعد في الدورم مش هتقعد في شقه بره، فاول مكان هتروحه هو الدورم اكيد. وانت هنا محتاج تراجع مع الكليه امتى ميعاد التسجيل بالظبط علشان ما تتاخرش، لان اي حد بيتاخر على مواعيد الدورم على ما اعرف او على زي ما قريت من الويب سايت او كل المعلومات بالمناسبه اللي انا جايبها دي جايبها من مصادر موثوق منها يعني صينيه. انا عن نفسي ما درستش في الصين قبل كده، بحاول اكون واثق جدا من المعلومات اللي بجيبها علشان ما نقلكوش اي معلومات تكون غلط او كده. المهم هتوصل للدورم في الميعاد المحدد ويا ريت ما تتاخرش، علشان لو اتاخرت هتحتاج تعمل ده بنفسك، يعني ممكن هتاجر بقى شقه بره او هتسكن بره طالما انت اتاخرت عليهم. نيجي للنقطه اللي بعد كده وهي من اهم النقط في الفيديو ده، وهي التسجيل في الكليه. محتاج طبعا تسجل في الكليه برده في وقت معين، انت بتبقى مفروض الفيزا بتاعتك X1 او X2 بتكون متاحه لمده 30 يوم بس لحد ما تاخد الاقامه، يعني مفروض بتاخد الاقامه في خلال ال 30 يوم دول تحولها من فيزا لريزيدنس بيرميت او تصريح اقامه يعني. فالمهم هتبتدي بقى في الاجراءات اللي هو التسجيل في الكليه. كل اللي انت هتحتاجه ان شاء الله هو الادميشن نوتس اللي وصلك، طبعا جواز السفر والفيزا بتاعتك صوره واصل وصوره اللي هي الاكس 1 او اكس 2، وجواز السفر بتاعك برده، واصل بتاع طلب التاشيره اللي هي جي دبليو 201 او جي دبليو 202. وبرضه بتحتاج صورتين شخصيتين زي بتوع الباسبور، وتاخد في الاعتبار ان انت تدفع كل المصاريف وقت تسجيل الكليه، ولازم تاخد بالظبط في الاعتبار الميعاد والمكان اللي بيبقوا موجودين في الادميشن نوتس. فانت تبص على اشعار القبول بتاعك بيبقى موجود فيه المكان والميعاد المحدد اللي المفروض تكمل فيه تسجيل الكليه بتاعتك علشان ما تتاخرش عليه، وبتجهز كل المصاريف، مصاريف الكليه، مصاريف التامين الصحي، دفعات التامين الصحي اللي انت هتدفعها، لو كان في مصاريف للدورم برضو هتدفعها اذا كنت هتقعد في الدورم، اي مصاريف للدراسه خلال السنه ان شاء الله هتجيبها معاك برضو، وتبدا التسجيل في الكليه ان شاء الله. تاني يوم على الاغلب في الكليه هيجهزوا للطلبه الاجانب ميعاد للفحص الطبي، هتروحوا تزوروا مستشفى للفحص الطبي بتكون معروفه في المدينه اللي انت فيها او في المقاطعه اللي انت نازل فيها، بتروح للمستشفى دي بتكمل اجراءات الفحص الطبي بتاعتك، كل اللي انت بتاخده هو الفحص الطبي القديم بتاعك، وبرده طبعا الفيزا والجواز بتاعك اكس 1 او اكس 2 بتاخدهم معاك، وبتروح لمكان الفحص الطبي اللي هي المستشفى دي، بتنزل الابلكيشن فورم بتاعه الهيلث اكزامينشن او الاكزامينشن فورم اللي موجوده دي، بتنزل الفورم دي من على الويب سايت. لو مش عارف هي فين الفورم دي ممكن احطها لكم في الديسكريبشن، ممكن تعمل لها داونلود على طول، بتاخدها وبتروح لمستشفى حكومي في بلدك او مستشفى معترف بيها عند السفاره. لو انت من مصر اعملها في اي بنك دم، او لو بره مصر بتروح لاي مستشفى معترف بيها لدى السفاره، روح السفاره الاول اسال ايه المستشفى المعترف بيها لدى السفاره الصينيه في بلدك. المهم بتخلص كل الفحوصات اللي هي موجوده في الورقه دي وبتاخدها معاك يوم الفحص الطبي علشان هتوريها لهم، اي حاجه ناقصه هتتعمل لك. ولو مفيش فحوصات جايبها مع الهيلث اكزامينشن فورم اللي احنا قلنا عليها دي، هتكون الورقه دي تعتبر لاغيه ملغيه، وهيعملوا لك فحص كامل تاني او هيكملوا لك الناقص اللي انت نسيت تعمله او اللي انت ما جبتش كونفيرميشن عليه او ان انت ما جبتش حاجه تثبت ان انت عملته، يعني زي فحص دم مثلا، اجزاء حاجات معينه من فحص الدم ما عملتهاش بتتعمل لك تاني، وبعد اسبوع تقريبا بتظهر نتيجه الفحص الطبي، بتاخد ظرفين تقريبا، واحد اصفر وواحد ابيض، ده زينا بالظبط يعني، اللي هو انا بقول لكم من تجربتي برده، واحد منهم هيتفتح وهيتاخد مع الاوراق، هتجمع بقى كل الاوراق اللي فاتت دي وهتروح تكمل تسجيل الاقامه بتاعتك ان شاء الله.
هتاخد كل الاوراق اللي اتذكرت قبل كده، الفحص الطبي، نتيجه الفحص الطبي باذن الله، صوره الجواز. وبالنسبه للفحص الطبي كمان هتحتاج صورتين شخصيتين، اتنين بوصه، فلو مش عارف تعملهم فين او ازاي او شكلهم بيبقى عامل ازاي، ما تشغلش بالك، ممكن تاخدهم في مكان الفحص الطبي اللي هي في المستشفى دي، بيتعاملوا لك عادي جدا، مش محتاج تعملهم بره يعني، ممكن بياخدوا لك الصورتين دول في مكان الفحص الطبي. وبرده هتحتاج صورتين زي صور الباسبور برده يوم تسجيل الاقامه، برده ما تشغلش بالك لو مش معاك الصورتين دول او لو مش عارف هم المقاسات بتاعتهم عامله ازاي او الوانها والكلام ده، برده بتاخدها في مكان انتري او الاكزيت فيزا، برضو مفيش اي مشكله، بيبقى في مكان للصور بتاخدها وانت واقف يعني، وبتجهز نتيجه الفحص الطبي والصور وجواز السفر طبعا وصوره التاشيره اللي هي والاصل والصوره بتاعه التاشيره اللي هي الاكس 1 او الاكس 2 بس. وبعد تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع بيوصلك الاقامه بتاعتك، والف مبروك كده، انت خلاص بقى معاك اقامه لمده سنه او لمده المنحه اللي انت قاعدها او ايا كان المده اللي انت مفروض تقعدها في الصين بس كده. واحنا هنا برضو نكون خلصنا اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده. اتبسطت جدا معاكم في الفيديو النهارده، واتمنى يكون الفيديو ده ضاف لكم حاجات كتير النهارده. اظن ان هو يكون معلومات كويسه جدا للناس اللي هي لسه اول مره تزور الصين، او للطلبه اللي لسه ما يعرفوش او ما جوش الصين قبل كده، الفريشمن يعني، او الناس اللي هي لسه جديده اول سنه ليهم في الصين باذن الله. في حاجه انا نسيتها، حاجه مهمه جدا، انا عايز لو في حد بيتفرج علينا من نانجين في جامعه نانجين، محتاج منك طلب بسيط صغير جدا، مش هنتعبك معانا يعني ان شاء الله، بس هيكون في خير كتير يعني والله بجد. ابقى شاكر جدا لو حد بيدرس في نانجين وبتفرج علينا ان هو يكتب لي كومنت ولا بتاع. وفي اناونسمنت مهم جدا، احنا ناويين نعمل جروب على فيسبوك، فاي حد شايف ان الفكره دي كويسه ان احنا نساعد ناس اكتر، وان احنا ممكن نشير كونتنت اكتر واسهل من اننا نستنى كل اسبوع علشان ينزل فيديو جديد او كده، لو حد عايز انستنت انفورميشن او ان احنا نساعد بعض، والناس اللي مسافره او الناس اللي سافرت او لسه الناس اللي جايه محتاجة تسأل حاجة والناس ممكن تجاوبها وكده، مش شرط احنا بس. فانا نويت اعمل جروب على فيسبوك انا وباشمهندس عمرو من شنهاي، فبكده احنا الاثنين ممكن نحط تجربتنا مع بعض، بحيث الناس اللي محتاجة تسافر لشمال الصين والناس اللي محتاجة تيجي لجنوب الصين، هيكون معاكوا ناس خبيرة لمدة على الاقل مش اقل من 4 سنين، انا مش عارف عمرو تقريبا 3 أو 4 سنين برضو. ياريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، بس لو الكومنتس قليلة بالنسبة لحوار الجروب ده مش هنعمله بصراحة، مش هعمل الجروب ده الا اذا حسيت ان في فاليو كبيرة هتيجي من وراه، لانه هيعمل شوية دوشة برضو اللي هو هياخد وقت كتير، فانا لو انا شايف ان هو هياخد وقت بدون ما يدي فاليو لناس كتير ممكن نأجله شوية. فياريت اي حد شايف ان الفكرة دي كويسة يكتب في الكومنت تحت، لو الكومنتس دي وصلت ل 100 كومنت بعدها نبدأ نفتح الجروب ده باذن الله، لو اقل من 100 كومنت هنستنى لحد ما يبقوا 100 كومنت ان شاء الله. كده خلصنا ان شاء الله اللي هنقوله في الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ايه ده، سلام عليكم.